تعاقد معه. بالضبط. يعني دحام استاذ محمد دحام كان لما مثلا ما جاهد يبيني انا اسوي شيء معين عمره ما ياب الصراخ. انا جت لي فتره بساهر الليل كنت اعيد 10 تيكات ما يعصب ولا ما يطلع ما تسمعين صوته نهائيا، وبالنهايه ياخذ مني الحس اللي هو يبي بدون ما يعصب.